ونادي الأسير الفلسطيني 10 أسيرا فلسطينيا يخوضون في هذه الوقفة التضامنية والاستنادية للأسرى المضربين عن الطعام والبالغ تعدادهم 15 أسير. ثورة الأسرى الإداريين هذه الذي بدأت بعد إضراب الغضنفر أبو عطوان لإضراب استمر 65 يوم حفزتهم للانتصار لكرامتهم ومن أجل حريتهم. نحن اليوم نوجه النداء إلى الصليب الأحمر المنظمة الدولية الوحيدة العاملة في الأراضي المحتلة أن تأخذ دورها الحقيقي من أجل الاطمئنان على وضع هؤلاء الأسرى المضربين الذين تعرضوا للقمع والتنكيل والعزل الانفرادي خلال الأيام الماضية، وعلى المؤسسات الدولية والحقوقية أيضا أن تدافع عن قرارها بأن الاعتقال الإداري محرم دوليا. ها هي دولة الاحتلال تعتقل الآن 540 معتقل إداري في سجونها في ظروف صعبة جدا ومخالفة واضحة لاتفاقية جنيف وكل القوانين الإنسانية والدولية. الاحتلال تحية لمرضانا وأحمد نزال إضرابهم لليوم السابع